زينب، وصلنا لمحطة كتير مهمة رح نتعرف فيها على الصحة، على أنواع الطعام الصحي. مثل ما بنعرف الموجة الثالثة لفيروس كورونا، هلا حكيتي عنها بمقدمتنا زينب، يعني الموجة الثالثة يمكن نحن لهلا ما لنا مستوعبين كمية الخطر يلي هو محدق فينا. إن شاء الله يا رب ما بيقرب هيك علينا ونكون بدائرة سليمة، ولكن ضمن إجراءات وأمور نحن لازم ندير بالنا عليها، منها الغذاء الصحي يعني، واحتياطات لازمة كمان ما نستهتر فيها لما نفوت بدائرة الخطر. هالأسئلة كلها رح يجاوبنا عنها الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم شائع جدا بين الأطفال أكيد. وهو البدانة، خاصة أنه يمكن الطعام السريع أو الطعام العملي خاصة عند الأمهات العاملات صار نظام حياة، فسبب مشاكل بالنسبة للأطفال. خبرنا اليوم أول شيء عن تعريف البدانة، كيف فيها الأم تعرف أنه ابنها بعمر معين بلش وزنه يزيد عن الوزن الطبيعي؟ تماما. هلا نحن بصراحة عندنا مقاييس ثابتة لموضوع البدانة عند الأطفال، بتختلف حسب أعمارهم. يعني أنا من عمر السنتين وتحت، فالأهم مشعر هو الوزن، يعني الوزن ثم الوزن بالنسبة للطفل بهذا العمر، كيف عم يزيد وزنه، قديش وزنه عم يزيد بالنسبة لعمره، سرعة الزيادة هو مشعر البدانة عند الطفل بهذا العمر. سرعة الزيادة. تماما. يعني أنا مثلا ابني خلال الشهر كان وزنه 500 جرام، بعد شهر صار وزنه 900 جرام، فالاهل هون بيفرحوا انه هن عملوا شغله منيحه وابنه كسب وزن، فمعناتها دليل اهتمام. نعم. وبالعكس دليل صراحه فرط بالاطعام عند هذا الطفل. صحيح. وهذا الشيء يأهبه لمشاكل مستقبليه. نحن الزياده النوعيه للوزن عند الاطفال بهذا العمر هي تقريبا 30 جرام باليوم كاقصى حد، يعني من 15 ل 30. اكثر من هيك فانا بكون عم عرض طفلي للوزن الزايد وللبدانه. نعم نعم. يمكن هلا مشاهدينا عم يقولوا شو حديثنا، كيف بدنا نربطه بكورونا؟ هو مرتبط ارتباط وثيق بكورونا نتيجه انه الاطفال ايضا بيصيبون كورونا وهن الاكبر ناقل لكورونا، ولكن هن بيعتمد على جهازهم المناعي مقاومتهم لكورونا، بس هن ناقلين اجباري تماما لهذا تماما. المرض. يعني مثل ما بنشوف ومثل ما قالت زينب، احيانا بتكون المراه عامله، بيجي الطفل او الولد من المدرسه المراهق ما نعم لامه اكل، فهي بتلجا مثلا للساندويش او للوجبات السريعه، واحيانا بتكون ملوثه، خلينا نحكي بالعلن احيانا بتكون جدا ملوثه، فالطفل هون معرض لالتهابات ومضاعفات، يعني غير انه موضوع السمنه. قد ايه مهم يعني شو ما كان، لو سندويشه لو مثلا شغلات هيك سريعه التحضير، انه ما نهملها، لانه اذا هملناها بدنا نوقع بمشاكل اكبر من هيك. اكيد. هلا طبعا احنا حكينا هي تحت السنتين، فوق السنتين انا مشعر بدانة عندي هو البي ام اي، يعني هو مشعر الطول، المشعر الوزن على مربع الطول. اي ام بالبيت ممكن تعمل هالمعادله وتسويها بصراحه، تاخذ وزن طفله طوله بالمتر وتنسب الوزن على مربع الطول وتاخذ كتله بي ام اي. انا متى ما تجاوزت ال 25 بي ام اي فانا هون على المشعر خطر بزياده الوزن. تماما. موضوع عمل الام طبعا حاليا وكلياتنا مضطرين، اوضاع صعبه، مضطر الاب يشتغل والام تشتغل طبعا، فالطفل هون عم يلجأ لإما البسكوت وإما الشيبس وإما الوجبات الجاهزة اللي شائعة جدا بالولايات المتحدة، تنازل ماكدونالدز. فهذا الشيء عم يخلي الطفل يستسيغ هذا النوع من الأكلات، ما عاد صار في طبخ صحي، ما عاد صار في نظام غذائي متوازن. بعدنا عن الخضار والفواكه، بجوز لأنه هي ما كثير طعمها يعني بحب الطفل، بفضل أكثر، مع إنه هذيك أفيد بكثير. تمام. فهون كثير ضروري صراحة هي عادة دكتور، يعني الأم مثل ما عودت. تماما. هلا الطفل بس متى بقول لك انه الحلويات لو منعتيها عنه حيطلبها لانه طعمها محبب بالنسبه له، اما الخضار والفواكه والاكل البيت يعني الرز او النشويات فهو ما كثير بيستسيغه، فانا لازم احفز طفلي انه ساعده معي بتجهيز الطعام، انه تكون تساعده هو بتحضير اكله حتى يبلش يحب الاكل اكثر. صح. ويعرف انه هذا هو الطعام المفيد له. طب خلينا اليوم نحكي كمان على دي بيأثر النظام الصحي، إذا بعد ما حست الأم أنه الطفل عنده بدانة دي صعب التعامل معه، أنه في نظام صحي بده يمشي عليه، كيف الأم بدها تمشي مع ابنها بنظام صحي حتى تخفف له وزنه، لأنه بنعرف البدانة هي مؤشر لكثير من الأمراض المستقبلية. هلا حكينا من شوي عن موضوع علاقه البدانه بكورونا، البدانه بتعمل بصراحه تخفف المناعه، بتعمل مقاومه على الانسولين، فهذا الشيء كله بي سيء لموضوع الكورونا او الجائحه اللي جايه.
الام صراحه بدها تتعامل مع موضوع البدانه بانه طفل، احنا هون بالاعمار الصغيره هن بطور النمو، يعني خصوصا من 5 سنين وفوق. انا ما فيني احط اخضع ابني لنظام رجيم صارم، اساسا هو هذا الشيء حيأثر على نفسيته، حيتعبه اكثر. الطفل احنا بنشجعه على الحركه، يعني احنا حتى الاولاد اللي اعمارهم صغيره بالاشهر، معلش انه مثلا الام تلعبهم بالكره، تعمل لهم حركات رياضيه خفيفه، حتى لو عمره اشهر، حتى هو ما بيعرف يمارس رياضه، بس هذا الشيء بيساعده بيحرق الحراريات اكثر. يعني يكون في نظام حركي عند الطفل، ما بدنا الطفل يلجا للتلفاز او لالعاب النت او لالعاب الفيديو جيم، هذا كله بيخليه يلجا للقعده، القعده بصراحه بتزيد الوزن وما بتحرق الحراريات اللي عم ياخذها الطفل. نعم. يعني لأي درجة ممكن يكون الطفل مصدر خطر مثلا، يعني بصير عنده خطر لإله، يعني مصدر خطر حتى لأهله، بيقول إنه معدي من مرض أو شيء وممكن ينقله لأهله نتيجة أيضا عادات غذائية غير سليمة. يعني أحيانا الولد بياكل برا شغلات يمكن أمه ما بتعرف فيها. قديش المهم الوعي، او مثلا نحن لا نعرف شو عم ياكل ابننا برا، وين راح مصروفه، وين عم بيروح، هل عم بيروح مصروفه على الاكل الجاهز غير اكل البيت، هل عم يشتري فيه مثلا شغلات ملوثه، لانه ما بيحكي الولد شو بياكل برا. تمام. لا هو الطفل اجمالا شخص اجتماعي بحد ذاته، يعني تمام. فكونه اجتماعي كثير حيخالط اكبر عدد ممكن من الناس، بالتالي حينقل عدوى اكبر عدد ممكن من الناس. تماما. نحن كثير ضروري نزود اولادنا ان راح على المدرسه او اي مكان نادي او نشاط رياضي بالمنشفه الخاصه فيه، بالصابونه الخاصه فيه، باي معقم للايدي. نساله شو اكلت بالنهار. لانه شو اكل بالنهار متى تاكل؟ دائما الاطفال شافر فيه اشترى، فهو بده يشتري من باب انه هو بده يواكب الموجه الاجتماعيه. عرفتي كيف؟ متى حكينا حضرتك انه الاكل اللي برا ممكن ما يكون مطهو بشكل جيد، ممكن ما خضع لحراره، تقتل الجراثيم بشكل كافي. 100%. فهذا الشيء صراحه كلهم يعرضوا لموضوع الامراض. ممكن هون الاهل مثلا هن يشتروا لاولادهم، اما يروحوا على المدرسه بيعطوهم الاكل معه عشان ما يلجأوا لشراء من صحيح من السوق. طب خلينا نحكي اليوم عن الاعراض، ممكن اذا لا سمح الله الطفل اصيب بكورونا، هل في اعراض بتظهر عليه، اعراض هضميه مثلا ممكن الام تعرف انه ابنه، لانه كثير قريب من الرشح، والولاد تعرف من اختلاطهم بالمدارس والاطفال ممكن يلقطوا اي فيروس، فخبرنا اليوم عن الاعراض اللي ممكن يكشفوها الاهل اذا انصاب لا سمح الله الطفل بكورونا. تماما. هلا بالنسبه لموضوع الكورونا، نحن هلا الجائحه الثالثه اللي جايه بصراحه عم تصيب كل الاعمار، يعني ما عم توفر لا كبير ولا صغير. الجائحات الماضيه ما شفنا اصابه اطفال مثل هلا حاليا. معظم الاعراض اللي عم تراجعنا بالعيادات هي اعراض صراحه هضميه، يعني الام بطنيه، غثيان، اقياء، الحراره، اهم مشعر هو الحراره. اي ترفع حروري حاليا لازم يؤخذ على محمل الجد. التهابات اذن الوسطى احيانا عم تكون هي مؤشر لاصابه بكوفيد 20 مو 19 حاليا. التعب اي صار كوفيد 20 حاليا، احنا الموجه اللي جايتنا هي كوفيد 20 مو كوفيد 19. غير تماما الفيروس عم يطور حاله، عم يغير من التركيبه البروتينيه تبعه، فعم نلاقي صعوبه كثير. عاد حتى القضات تبع الجسم ما بقى تعرفت على ال فيروس كورونا 19، ما بقى تعرفت عليه، يعني يمكن هذا كمان نسيته، هي على الصداقه. هي فكره انه سالي بالنسبه لموضوع الفيروس بحد ذاته، حتى فيروسات الانفلونزا نحن مشكلتنا معها انه هي بتغير بتركيبتها، بكفي تغير حمض نووي واحد او بروتين واحد حتتغير كل الفيروس، بتتغير كل العلاج وكل اليه العلاج. فدائما نحن قد ما عم نحاول نلاقي لقاحات او نحاول نلاقي ادويه نوعيه للفيروس، عم نواجه مشكله انه تغيير الفيروس نفسه. فهون ما قدامنا حلول بصراحه غير الوقايه، يعني انا بدي ارجع اكد على مواضيع الوقائيه من الكمامات ومعقمات الايدي والتباعد الاجتماعي. لانه بصراحه انه حلول لمواجهه هيك فيروس لا عندنا ولا غيرنا بيحسن يواجهه، يعني صارت حظ وقدر مثل ما بيقولوا نصيب هيك الاصابه بالفيروس. طب خبرنا هيك عن اكثر يمكن المراجعين الاصابات اللي عم تجيكم بالعياده حتى نوعي العالم على الامراض الشائعه اكثر وليش عم تصير. تمام. هلا حاليا مثل ما قلنا بوجود الكوفيد 20 وكوفيد 19 نسيت العالم الامراض الشائعه اللي كانت شائعه اكثر بكثير، وعم نشوفها هلا. هلا كثير عم نشوف التهاب كبد من الرقاني، كثير عم نشوف التهاب كبد رقاني او لا رقاني عند اطفال او غيره، كمان اعراضه حراره ووهن عام واعراض هضميه بيشبه الكوفيد تماما. كثير كنا نشوف مالطيه، نشوف تيفيه، الناس ما بقى حكيت فيها بصراحه بسبب وجود الكوفيد 19 او كوفيد 20، مع هي اعراض عم نشوفها وموجوده حاليا. حتى الزكام عادي، يعني نحن عم نشوفه، وما هو التهاب القصبات ما له اقل خطوره من
الامراض الثانيه. نعم تمام. هلا كل العالم عم تسال انه احنا كيف فينا نحمي حالنا من الموجه الثالثه، يعني يمكن شويه حرص زياده على حالنا، حمايه نفسنا، حمايه اطفالنا يلي مثلا هن متعرضين انه هن يطلعوا من البيت على المدرسه، ومثل ما بنعرف الطفل ما بيعرف كورونا وما كورونا، بده يلعب مع رفقاته وبده يلمس الاسطح وبده يشرب من الحنفيه تبع المدرسه، فهو اكبر ناقل لكورونا. قديش مهم كميه الوعي لدرء الخطر يعني اللي كان نحن لهلا ما حسينا فيه، ولكن بلشت الحالات تتفشى. مضبوط. هلا الوسائل الوقايه المعتاده هي الكمامات، الصابون، غسيل الايدي، معقم اسطح، كل بيت صار يكون صار فيه معقم اسطح، يعني كل بيت عنده على الاقل شيء صابون او يغسل الحنفيه قبل ما يفتحوها بعد ما يفتحوها الاولاد. 100% المدرسه يفترض بكل مدرسه يكون في طاقيم، يعني نقول يومي صباحي اسبوعي اسبوعي، الحمامات تكون نظيفه على الاقل، الطفل الغاض خليها كل واحد لحاله، يعني ليش يشرب من الحنفيه؟ خلي المطره تبعه معه. عرفتي كيف؟ يعني ما بقدر الامكان احسن نحميه من هذا. تكون مطره معه بيشرب الحنفيه عشان يشوفها عيني انا. يشربها لرفيقه. فهي مثلك الاطفال ما فيك تقضي عليهم. حتى تحت الخمس سنوات لحنا الكمامه ما كثير جابت نتيجه، يعني صاروا الكمامات يعيروا على بعضهم بالمدارس وزاد تفشي مرض بزياده اكثر. فالكمامه هي من فوق الخمس سنوات، حتى من فوق ال 12 سنه حتى يحسن الطفل يستوعبها بشكل صحيح. صح. تمام؟ صح. الغسيل الايدي مثل ما حكينا، التباعد الاجتماعي قدر الامكان. بالنهايه احنا جربنا موضوع الحجر يعني نعم. الصحي وما كثير صح حسيت الناس تضاين معه، يعني هي الكورونا ممكن يكون موجه ثالثه ممكن رابعه ممكن خامسه، مثل اي وباء ثاني كان بالعالم. فما فينا نوقف عمليه التعليم، ما فينا نوقف عمليه العمل، ما فينا نوقف الشغل، والحياه بدها تستمر في اجراءاتنا الوقائيه فقط. نعم، هيك نصائح اخيره للكل بشكل سريع. لأن النصائح بنرجع باكد عليها، بالنسبه لبدانا انه الحركه عند الطفل، نشجع موضوع الحركه عند الاطفال، نمنع الالعاب الثابته، مشاهده التلفاز، ان نشجع الطفل على اللعب الجماعي واللعب الاجتماعي اكثر، نراقب وزن الطفل كل شهر بشهره عن طبيب او عنا بالبيت، ومثل ما حكينا القاعده اللي ممكن الام تطبقها ببيتها. مشان موضوع الكوفيد 20 او كوفيد 19، اجراءات الوقائيه من غسيل ايدي، كمامات، التباعد الاجتماعي، وخصوصا الالتزام بارتداء كمامات وسائل النقل الاجتماعي، حد قدر الامكان من الخروج للتسوق او الترجى الا بالحاجه الرئيسيه. ضروره. نعم بالضروره. نحن بنتشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ونتمنى فعلا الكل يلتزم وخاصه الاطفال يعني انه بنظام صحي وحتى تقوى مناعتهم ضد الاطفال. اكيد اكيد. شكرا كثير دكتور، نتمنى لكم انتم اول الخط الاول، انتم الصحه والسلامه لكم، ديروا بالكم على حالكم لتقدروا تديروا بالكم علينا. شكرا كثير لوجودك. شكرا كثير لحضرتك، اهلا وسهلا.